معالي المستشار، اسمح لي ان انا ارحب بكم في مصر في توقيت غايه في الدقه والخطوره، في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزه والتحديات الاقليميه المرتبطه بهذا التصعيد. فخامه المستشار، ان زيارتكم لمصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجيه بين بلدينا والتزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائيه في مختلف المجالات. كما تتيح هذه الزيارة التنسيق والتشاور المستمر من أجل تحقيق أهدافنا وغاياتنا المشتركة، والتي يأتي في مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبما ينعكس أيضا على أمن القارة الأوروبية.